قواعد النطق الصحيح. إن الحرف إن لا ينطق إذا جاء قبله حرف إم في آخر الكلمة، وهذه الكلمات مثال لذلك. Autumn. Column. Solemn. Condemn. Him. Autumn. Column. Solemn. Condemn. Him. الحرفين G و H لا ينطقان إذا جاء قبلهما حرف I كما في الكلمات التالية: night, right, fight, high, flight, light, sight. يلفظ التركيب T-I-O-N كالرمز اللفظي شن، يعني ينطق شن، كما في الكلمات التالية: action, mention, option, station, nation, relation. الحرف H لا ينطق إذا جاء قبله حرف W مثل هذه الكلمات: what, why, whip, wheel, white, what, why, whip, wheel, white.